بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، هنوريكم النهاردة بقى تشكيلة لأهم العملات التذكارية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. عملة موجودة في كل بيت سعرها بيوصل ل5000 جنيه. ايه هي العملة؟ الجنيه الفضة يا جماعة. لو معاك جنيه فضة وفي المواصفات اللي احنا بنشرحها في الفيديو دي تقدر تجيبها ب5000 جنيه. الأعزاء، هادي كبير معلمي الكيمياء، سلام. الأعزاء، الأعزاء، الأعزاء.
الأعزاء إيه. طبعا العملات المعدنية أو العملات القديمة بقت في منها شحيح في السوق، وده بيعمل عملية رفع الأسعار العملات القديمة، وده بيخلي التجار تبحث عن العملة وبتبقى بتطلب فيها أسعار عالية. أنت كشخص عادي بيبقى معاك العملة ومش عارف إن سعرها مرتفع أو مش عارف قيمتها، فبيضيع عليك فرصة إن أنت تحصل على مبلغ من خلال بيع العملة القديمة. هنشرح ليكم بعض العملات وأسعارها وإيه المطلوب فيها وإيه هي العلامات المطلوبة اللي بتخلي سعر العملة مرتفع، كذلك أماكن بيع العملات وفين أبيع العملة بتاعتي وإيه اللي بيخلي سعر العملة مرتفع. طبعا كل فيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن عملة الجنيه الفضة، وبالأخص العملات التذكارية اللي تم إصدارها في الفترة الأخيرة من بداية من 2015 لحد 2000. قناتر احنا قلنا قناتر وقلنا محطات توليد طاقة. مزارع يا جماعة، مزارع الطاقة الشمسية بأسوان مصر. دي يا جماعة كانت أبرز العملات التذكارية الموجودة والمطلوبة. طبعا كلنا عارفين الجنيه المعروف ده، وهو الملك توت عنخ آمون. محالة البنك ده لسه اصدار السنة. دي كانت اهم العملات التذكارية المطلوبة، لو هي معاك ان شاء الله انت هتبقى من الاغنياء. حاول تدور على العملات المطلوبة وان شاء الله ربنا يكرمك وتبقى من الاغنياء. دي العملات اللي اسعارها بتبدأ من 1 جنيه ل 5000 جنيه. ان شاء الله تابعونا باستمرار، هنقول لكم دلوقتي اماكن بيع العملة. لو انا معايا العملة دي وعايز ابيعها فين؟ في 4 اماكن. من خلال اول مكان الاولاني، من خلال التعليقات على الفيديو تقدر تكتب عملتك وان شاء الله هتلاقي من تجار العملات حد يرد عليك، واحنا ان شاء الله هنتواصل معاك وهنرد عليك. المكان رقم 2 هو موقع ايباي، تقدر من خلاله تقدر تبيع عملتك وتعرضها وتكتب مواصفات العملة، وهيتم الرد عليك برضك في اسرع وقت ممكن. المكان رقم 3 وهو موقع اويلكس، تقدر تصور عملتك وتكتب مواصفاتها وتعرضها وان شاء الله هتلاقي ليها المشتري منك وان شاء الله هتقدر تبيعها. مكان رقم 3 المكان رقم 4 جروبات الفيسبوك، تقدر من خلال الجروبات تقدر تشترك في جروبات الفيسبوك وتحط علمتك وتكتب مواصفاتها بالتفصيل وتعرضها للبيع. مكان رقم 5 وهو مزادات العالمية، تقدر احنا من خلال قناتنا لو معاك عملة نادرة او قديمة نقدر ندخلها لك المزاد العالمي وتقدر تبيعها بطريقة سهلة وتكسب منها. الفترة الأخيرة من بداية من 2015 لحد 2022. أحب أذكركم كل الناس المشتركة معنا في القناة يعني لما يشوفوا فيديوهاتنا يعملوا تفاعل ويعلموا على الجرس على الكل، والناس لسه أول مرة يشوفونا يشتركوا في قناتنا ويعلموا على الجرس ويشيروا على أوسع نطاق. أولا العملات التذكارية هي عملات منتشرة ومتداولة وهي عملة مطلوبة. ثانية واحدة يا جماعة عشان التصوير يبقى واضح ليكم. هنجيب عملة زي دي كده، يا رب تكون واضحة. لا مش واضحة، ايوه كده العملة واضحة. دي عملة تذكارية وهي محطات توليد الطاقة. العملة دي يا جماعة اسعارها بتبدأ من جنيه لخمسة جنيه
ل 25 جنيه وانت طالع حسب حالة العملة. يبقى العملات التذكارية دي عملات مطلوبة وأسعارها بتبدأ من 5 جنيه ل 25 جنيه حسب حالة العملة. في عملة ممكن تلاقيها وهي نادرة واتكلمنا عليها في فيديو سابق، هي عملة مجلس الدولة. أنا هحاول أطلع لكم العملة لأن العملة دي مطلوبة والناس بتدور عليها وبيطلبوا فيها مبلغ كبير يجي حوالي 5000 جنيه مثلا. العملة مجلس الدولة يا جماعة، العملة دي مطلوبة مجلس الدولة 2021-1946، دي عملة مطلوبة بخمس تلاف جنيه تمام. في عملات تذكارية برضو تانية زي العملة دي كده، حقل زهر الغاز، لو معاك العملة دي يا باشا تقدر تبيعها بألف جنيه تمام. عندك برضو العملة دي، العملة دي مطلوبة جدا جدا جدا، 80 عام تضامن. ها عملة هي يا جماعة الناس تركز. طبعا الناس اللي حضرت الموكب دوت اكيد عارفه الموضوع ده، موكب المئويات الملكيه. الكلام ده كان في شهر 4/2021، كان 3/4/2021، ده مطلوبه برضو بمبلغ محترم، بيبدا معاك من 25000، 25 جنيه عفوا. دي عمله برضو قناطر اسيوط الجديده. العملات دي يا جماعه الناس تركز فيها، دي قناطر زي القناطر الخيريه زي طبعا العمله دي برضو. بص انا نسى قناه السويس، ها مين ما يعرفش قناه السويس؟ قناه السويس الجديده قاف سين، وادي رسمه المركب تمام. هنوريكم النهارده بقى تشكيله لاهم العملات التذكاريه للجنيه المصري وال50 قرش، الحاجات اللي ممكن خلال الاشهر القادمه اسعارها تبقى ايه، مبالغ مهوله، وخصوصا العملات التذكاريه حسب حاله كل عمله. وطبعا في طبعا كلام دلوقتي بيتقال ان ممكن الجنيه اصلا يتلغي كعمله ويبقى عمله من العملات بقى الايه القديمه النادره، زي الربع جنيه المخروم وزي الريالات القديمه ونص جنيه الورق القديم وربع جنيه طبعا والجنيه. دي كلها هتبقى عملات مفروض انها ايه تذكاريه قديمه. هيهتم كل جميع العمله بايه، بجمع العملات باقتناء هذه العملات. محطات توليد الطاقة، دي كلها عملات تذكارية مطلوبة في سوق العملات القديمة. ها حد عارف العملة دي؟ العاصمة مصر، العاصمة الإدارية. ها مين عارف المدينة دي يا جماعة؟ مدينة العالمين الجديدة. الناس يا جماعة إن العملة الجنيه الفضة مكون من طبقتين، طبقة من النيكل وطبقة من النحاس. الطبقة الخارجية من النيكل، ها الريف المصري، الريف المصري. شوف يا جماعة المندقة، بص راسمين يعني المحراس أو الجرار الزراعي جنب الشجر، ها ركز كده. بحاول أعرض لكم أكبر قدر من العملات التذكارية عشان تبقى أنت عارف إيه هي العملات المطلوبة وتقدر إن أنت تقتنيها في الفترة اللي جاية. خصوصا طبعا السياح، يعني انت ممكن تجني مبالغ كبيرة من خلال العملات دي الورقية منها او المعدنية. يمكن دلوقتي الناس كلها بتحاول تجمع المعدن اكتر، حتى المعدنية الجديدة اللي هي 2022 في بعضها بقى في اخطاء في الطباعة، فدي ممكن تديها سعر مرتفع. في عملات من العملات التذكارية اللي سقاها لا يتعدى المليون نسخة، ممكن سعرها بيوصل دلوقتي لحوالي 25000 جنيه. ماشي، يعني عملة مصر التوان دي من العملات اللي نادرة وممكن متوقع لها ايه ارتفاع هائل. الشرطة ال 69 للشرطة برضو، الريف المصري الطاقة،
ومن اهم العملات اللي متوقع لها تكون لها اسعار مرتفعه عمله قناه السويس، وخصوصا بعد التجديد الجديده لقناه السويس. مجلس الدولة برضو دي عملة، برضو عملة جديدة، وحالة العملة هنا بتفرق. عندنا التضامن طبعا، وموقف المومياوات من العملات المهمة جدا، وطبعا دي كلها ايه عملة متنوعة مصرية، متوقع يبقى اسعارها مرتفعة جدا الفترة اللي جاية. حاول ان انت ايه ما تضيعهاش، وعلى الاقل احتفظ بايه بعدد منها احتياطي، اكيد هيبقى لها سعر مهم. زي ما انت شايف حالة العملة بتفرق اهي، وتاريخ الصك طبعا لازم يكون واضح قدامك هنا زي ما الفيديو موضح لك اهي العملة. اهي لقطات مهمة جدا ونادرة للعملات المصرية، ربع جنيه القديم سواء المثقوب او العادي، جنيه 2005 و2007 2008، والجديد منه بتاع ملك توت 22، ده برضه هيبقى ايه ليه وضع كبير مع انه جديد، بس ايه بس ثق منه كميات قليله. دي برضه من العملات المهمه والنادره سواء الجنيه او النص جنيه. ودي والله كلها ايه عملات تذكاريه. يعني الريف المصري دي برضو من العملات اللي ايه متوقع انها تبقى لها قيمه مرتفعه. الشرطه 69، في الشرطه 70 برضو، ويمكن اقل شويه من 69، يعني برضو له قيمه اعلى، يبقى نوريها لكم برضو في حلقه قادمه. فانتوا ايه كل محب العملات ما يحاولوش يفرطوا في العملات الجميله المصريه اللي جنات، طبعا العملات الايه المعروفه القديمه الخمس قروش والعشر قروش، دي كلها برضو ايه عملات مهمه ليها وضع ولها تاريخ. طبعا في ممكن في ايه في فيديو جاي ممكن اوريكم بعض العملات الاجنبيه المهمه ممكن يبقى لها اسعار كبيره لكل محبي جميع العملات. كان معاكم اخوكم البص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياريت بقى تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.